اليوم أنا عازم على محاربة الرياء، فهو من أشد الآفات، لأن الرياء يدخل الميدان بلباس الدين والتقوى. هو عملة ذات وجهين، وجه نقش عليه اسم الله، والآخر نقش عليه اسم الشيطان. عامة الناس يرون وجه الله، وأهل العلم يرون وجه الشيطان. هذا الرياء أدمى قلب إمامنا علي بن أبي طالب الذي عانى من رياء المنافقين مدعي الزهد والتقوى. أطيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.